يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وضيف ومرشح مرشح الدار الرابعة الأخ العزيز عسكر العنزي أبو عبد الله، وراح اليوم نتكلم وياه في الكثير من المواضيع إن شاء الله في حلقة هذه الليلة. مشاهدينا الكرام باسم وسمكم مرحبا أبو عبد الله، حياك الله أبو عبد الله. يا مرحبا أبو حمد. يا هلا ومرحبا أبو عبد الله، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير والكويت بخير إن شاء الله، ونعاد عليكم كل سنة الله يسلمك أفضل صحة وحال يا رب. الله يحفظك أبو عبد الله. أبو عبد الله، شلون الانتخابات؟ شلون شايف؟ هل في ظل أجواءها في رمضان ها ودواوين وغبقات؟ والله شوي زحمة والوقت يعني في ضيق، ولكن الحمد لله يعني 2013 هم أجريت انتخابات برمضان. صحيح. وكان الجو هناك شوي في صيف، لكن الحين الحمد لله الجو زين. نعم الجو وحتى زين. التوقيت في التصويت زين يعني 12 ل 12، وهو يعني شهر رمضان الحمد لله شهر خير وبركه. اوريدي الناس تروح غبقات وزيارات وهذا، فالحمد لله الناس يعني الوضع مناسب امانه. ابو عبد الله، هل حسيت ان الناس مذمره من سالفه الحل والبطلان والحل؟ حسيت من خلال زيارتك لهالدواوين؟ اكيد ابو حمد، يعني احنا اكيد الناس مذمره، يعني مذمره لان تبي مجلس وتبي مجلس فعال وتبي استقرار وتبي قوانينها تمشي. صحيح. وتبي استقرار بالبلد. متى ما استقر الوضع السياسي في البلد استقرت الدوله. صحيح. يعني سنه 20 مجلس و22 مجلس 23 مجلس و24 مجلس. صحيح. هذا مفروض في مجلس واحد. صحيح. اربع مجالس راح تكون مجلس واحد يعني. صحيح. تلمست نعم هذا. نعم 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 اكيد يعني ان حاله يعني حاله من التذمر. بس البعض يقول لك اليوم والله الناس يعني رغم هذا التذمر الا الناس مصره على مساله المشاركه، رايك في هالمساله؟ اكيد الناس تشارك. شوف طبع الكويتيين يحبون الانتخابات. صاد تجي الانتخابات الجمعية ما شاء الله متواجد النادي فل. الانتخابات الأمة طبعا أكيد ليش ما شاء الله شايف الندوات، أي ندوة حضور كثيف. صحيح. يحبون. صحيح. يسمعون. صحيح. يحبون يجون الندوات ويتفاعلون يفترون على مرشحين الدائرة كلهم الأغلبية يعني. أي صحيح. يسمع شنو وجهات النظر اللي موجودة والطرح والاستقبال. نعم. يعني أيضا يستشفون. نعم. الناخب الكويتي واعي أمانة. زين أبو عبد الله، خلني قبل لا أدش وياك في الأسئلة يعني خلنا أتكلم يعني بشكل تحليلي، شلون شايف الدائرة الرابعة؟ يقولون هالسنة المنافسة قوية وللكل أبو عبد الله. والله الدائرة الرابعة المنافسة قوية فيها ومتاحة للجميع، يعني 20 مرشح تقريبا. نعم نعم الفرصة. نعم أمامهم. يعني هي راح تأكد الحضور. أي. إذا كان هناك حضور كثيف راح ترتفع الأرقام وتغير الحسبات. أي. إذا كان هناك حضور ضئيل ممكن تغير الحسبات. إذا كان الأول جاب رقم عالي من قبيلة معينة معناته يسحب وياه مجموعة. صح. كبيرة. صح. يبقى اللي في المراتب يتأثرون بأرقام. فيعني ما في أحد يعطيك، حتى إخوان المحللين في جميع القنوات. أي. هذا اجتهاد منهم أمانة. صحيح. ولكن انت على ارض الواقع تشوف شيء والمرشح يشوف شيء امانه، والناخب ايضا هم هو له كلمته طبعا الاخيره. والاخير طبعا. صحيح. هو لا بس ابو عبد الله، يمكن الدائره الرابعه تحديدا يعني ممكن كل الدوائر الاربعه الاخرى فيها ملامح واضحه. نعم. الا الدائره هذه فيها تنافس شديد. نعم. وقوي في الرابعه. نعم. مختلفه. نعم. هالسنه. نعم شديد. ومثل ما قلت محمد من الاول للعشرين قد يكون هناك تنافس قوي فيه. صاد صاد. متفائل ابو عبد الله ان شاء الله في والله ان شاء الله احنا متفائلين دائما بشوفتكم. الله يطول عمرك وشوفت اهل الكويت واهل الدائره الرابعه دائما متفائلين الحمد لله ان شاء الله باذن الله تعالى. والله يوفقك ان شاء الله ابو عبد الله في هذه الانتخابات. ابو عبد الله، خلينا نتكلم يعني خلينا نقول في البدايه يعني عن القضايا اليوم الملحة للناس يعني، والناس اليوم وهذا أنا سألتك قبل شوي عن مسألة زيارة الدواوين وما زيارة الدواوين، شنو أهم القضايا اليوم ستكون من أولويات عسكر العنزي يعني في حال نجاحك ووصولك إلى البرلمان؟ الله يجزاك خير. طبعا القضايا كثير مهمة. أيه. والحمد لله يعني أنا عملت بالبرلمان تقريبا 5 دورات أو قول دورة يعني كان فيها بطلان 4 دورات تقريبا، وقدمنا كثير من المقترحات وقدمنا كثير من القوانين ولمسها المواطن وشعر فيها أمانة، وكنا دائما مجتهدين لمصلحة إخواننا المواطنين. القضايا مهمة، ولكن يعني هاجس الشارع الكويتي يبي تطوير البلد. صح. كقضايا إسكانية ليش احنا دائما نتأخر؟ القضية الإسكانية كل مرشح تكلم عليها، وممكن ما قصروا إخواننا في أي مجلس دائما هو حريصين طبعا على هذا، ولكن إذا ما كان انسجام ما بين الحكومة وما بين النواب لحل هذه القضايا يبقى هناك في تأخير. نعم. يعني ليش المواطن يعني أبو عبد الله في قانون مثل المدن الإسكانية ما تعتقد هذا قانون يعني خطوة زينة لحل والله المشكلة؟ والله نتمنى أن القطاع الخاص يدش بالقضية الإسكانية وينجزها أمانة،
وشركات يعني شركات عدة يجب أنها تشارك بحيث أنه يكون العمل أسرع. يعني أنت مثل ما أنت شايف الحين إذا طلع لك يعني المطلع من أنت طلعت البيوت. إيه. أنا أذكر ممكن كنت عضو مجلس بلدي وكنا لما صرفنا فيهم الأراضي تقريبا 2005 وزيادة بعدين أخذوا الناس توا قامت تسكن. صحيح. فأنت من تخصص الأرض على ما تسوي البنية التحتية تحتاج إلى وقت وتسوي طويل. الإجراءات وتسوي التنظيم مال الغطاء الأرضية والمحولات مال الكهرباء أماكنها يعني يبيلك سنوات. صحيح. ومتى ما توزع سنوات متى ما يبني يعني من يستلم وزارة الأسكان الأرض يبيلك 10 سنوات أو 12 سنة عشان تتبني. صحيح. فنتمنى أن يكون هناك مراجعة يعني ما يعني وأن عملية تسريع. نعم في نعم هذا يجب الأمر. يجب الآن عندنا مشروع جنوب سعد العبد الله. نعم نعم. يعني هذا المشروع أيضا يعني تقريبا مقارب للمطلع تقريبا بحدود 24,000 وحدة سكنية. نعم تقريبا. نعم أكيد. إيه يعني المطلع مشروع من أكبر مشاريع بالدولة يليها جنوب سعد العبد الله. صحيح. مشروع قوي. إيه. ولكن شوف يعني قبل كم سنة تكلمنا عنه. صحيح. وقالوا إن اتفقوا مع الصين ومرة اتفقوا مع كوريا. صحيح. وإنها مدينة ذكية. صحيح. هذا الحكي من مجلسنا اللي طاف. صحيح. من 2013. إيه إلى الآن هم ما سووا شيء. طبعا الأرض فاضية تو عطوا انذارات شالوا اللي موجودين سواء مصانع أو إلى آخره. نعم. فإذا والله جزاهم خير يعني يقول عطنا وخلنا يعني المواطن يبي الامل لكن احنا نبي الانجاز نبي السرعه. صحيح. ليش انا انطر الحين بنيه تحتيه اقعد فيها 6-7 سنين وعلى ما اخلص على ما يبني المواطن تدخل الشركات القويه حتى وان كانت اجنبيه خلها تساهم شو المشكله يعني. نعم نعم ابو عبد الله ايضا الخدمات اليوم لو نتكلم مثل ابو عبد الله على موضوع الشوارع يعني اليوم مثل الشوارع اليوم معاناه يمكن كل من يعيش على هذه الارض من مواطنين ومقيمين اليوم في مشكلة في موضوع الشوارع باعتقادك أبو عبد الله ليش هذه المشكلة ما تنحل الحمد لله الفلوس موجودة والأمور وين الخلل برأيك أنت بخبرتك أنا أستغرب صراحة ايه؟ يعني صارت كأنها موجة والنواب يتكلمون عنها وكذا يعني أنت تدري أنا من انتخابات 20 يعني ما نزلت ما يعني ما كنت في المجلس ايه؟ فأستغرب إخواننا مجتهدين نواب ولكن هذه قضية سهلة يعني مجرد الوزيرة تتعاقد مع شركات وخلاص وانت وانتهي وش اللي يمنع ما ادري والله انا استغرب صراحه شو اللي يمنع شركات محليه او شركات اجنبيه عالمية. نعم إيه يعني انا سمعت ان الوزيره السابقه قالت إن اماني ابو قماز قالت انا جبت شركات وكذا بعدين قالوا لا رديها المحليه طيب اوكي اتفقي مع المحليه وخلصي في شركات كبيره مصنفه للشوارع وهذا واتوقع انجازها اذا كل شركه تمسك محافظه خلال شهرين ثلاث انتخابات وهي توزعت ترى يعني في شركات تركيه وامريكيه وصينيه نعم 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 توزعت يعني من خلال خطه وزيره الاشغال اماني ابو قماز نعم انه نعم وزعوا الكويت ثلاث مناطق منطقه شماليه جنوبيه وسط وبعدين وشركات كوريه وقصدي عفوا تركيه وامريكيه وصينيه وبعدين ما صار شيء ايه نحتاج القرار يعني من اللي عطل الموضوع هذا ايه يعني اتمنى حتى من اخوان النواب اللي كانوا موجودين شيء يفيد مصلحة الكويت وشيء يفيد الإخوان الكويتيين وشيء يطور البلد ويزدهر البلد فيه ليش ما توافق عليه ليش تعاند تقدم أسئلة ولازم شركة محلية شو المشكلة يعني أنت دافع فلوس هني وهني إحنا نأيد أنك شركة محلية يعني كونه كويتي ويخاف على البلد وكذا ولكن أنا بالإنجاز وبالسرعة بالعمل نعم والجودة أكيد الجودة نعم إحنا يعني الله يكرمك جودة مادة الزبت هذه ما هي جودة عالية عندنا صحيح الكثر عانينا منها وتكلمنا في المجالس السابقة وإخواننا تكلموا ولكن وبعد من الأولويات احنا نتمنى أمانة إن شاء الله في هذه من أولوياتنا بإذن الله إن شاء الله واتمنى من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الأشغال وزيرة الأشغال الحالية الآن الدكتورة نورة المشعام نورة المشعام نعم فيها نعم اخت فاضل نتمنى وأتوقع أنها مجتهدة نتمنى أن تخلص الموضوع هذا وننتقل لمواضيع أهم عندنا قضايا كثيرة أمانة الحين يعني أبو حمد مثلا أنت شايف يعني قبل فترة تكلموا عن زيادة غلاء المعيشة وتكلموا عن الغرض الحسن الغرض الحسن للأسف صار لك سنة وانت تدور فيه يا اخي ليش يعني الحكومه تطلب مزيد من الدراسه زين لا ما يخالف غلط من الحكومه المفروض هذا البادره تطلع من الحكومه ليش تخلي النواب كثر الخير وتكلموا وقدموا البادره منك حق مواطنينك يعني والمواطن محتاج والسلع في كل الكويت غاليه التاجر على من يسمع في زياده يدبل السعر
يعني ترى المواطن قاعد يعاني لما يعني ابو عبد الله انت شايف انه مفترض يعني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح سالم انه يطلع بقرار وليس بقانون المجلس يطلع بقرار وهو قادر الحين ايه؟ الحين قادر وبعدين تذكر لما قال لك احنا بنطلعه ايه؟ في 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 قرار بالايام اللي طافت قبل الانتخابات ولا ليومك هذا نعم. وهذا ترى انا اكون معك صريح كل الشعب الكويتي ناطره اللي هو زيادة بدل غلاء المعيشة زيادة بدل غلاء المعيشة والقرض الحسن نعم. يعني كل الشعب الكويتي ناطره أيه. وأتمنى أن إن شاء الله وإحنا راح نكون من أول مطالبين فيه إن شاء الله. بس أبو عبد الله يعني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم صرح قال أنه سيكون يعني وهذه إشارة أنه ما راح يطلعونه بقانون الحكومة أنه راح يطلعونه ما راح يطلعونه بقرار عفوا راح يطلعونه بقانون ما في مشكلة إيه فقال أنه سيكون باكورة التعاون ما بين المجلس القادم والحكومة إن شاء الله. هو موضوع نتمنى بدل غلاء المعيشة ومستوى معيشة المواطن إحنا أهم شيء يستفيد المواطن سواء بقرار أو بقانون أهم شيء فائدة المواطن نعم. والمواطن قلت لك قاعد يعاني نعم. وغلاء الأسعار من إخواننا التجار يعني شيء في شيء من الأولويات اللي والقضايا اللي راح تحملها أبو عبد الله في حال وصولك يعني خلال المرحلة المقبلة لمجلس الأمة أمانة هموم المواطن كثيرة وإحنا حريصين على أي قانون يفيد إخواننا المواطنين ومكتسبات الشعبية هناك قضايا وقوانين يعني تهم إخوان المواطنين نعم مثل يعني تعليم الصحة مثل قانون التعليم قانون الصحة المستشفيات اللي موجودة ما شاء الله من أفخم المستشفيات بالعالم ولكن الكوادر اللي فيها قليلة ونفس الكوادر القديمة يعني ما في يعني مثل مستشفى الجهرة ما شاء الله يعني يعني بيك نص ساعة عشان شو اسمه تصل غرفة المريض أو صحيح غرفة العيادة الخارجية الآخر صحيح ولكن إحنا نبي كوادر ونطلب من وزير الصحة يعني إن يتعاقد مع كثير من الدول اللي فيها ممرضين وفيها أطباء ناجحين والكويت بحاجة هالشيء علشان ما نقول إنه والله ودنا العلاج بالخارج صار دائما المواطن عنده هاجس إنه يخاف من مستشفيات الكويت دائما يقول كأنا لا والله أنا بعالج برا أنا ماني مطمن أروح أفحص هني الكويت دائما عندهم أخطاء وهذا الهاجس لازم نشيله شلون نشيله لازم وزير الصحة يجيب كوادر طبية ناجحة نعم يعني شوف مستشفى الرازي مستشفى من زينة أمانة قاعدين يجيبون ساعات يعني دكاتره طبيب زائر نعم. هذه تنفع صحيح ولكن ليش الطبيب الزائر ما يقعد هنا ما يكون دائم وتستفيد منه بدل لا تبعث العلاج في الخارج والمستشفيات الكبيره هذه تبى لها كوادر طبيه نعم. متخصصه امانه وعبد الله ايضا كان في يعني مشروع لمرضى السرطان انه في يكون يعني في مستشفى عالمي ياتي للكويت ويعالج مثل هذه الحالات يعني ولكن تاخر هذا المشروع ان يكون هذا المستشفى في الكويت المستشفى طبعا الحمد لله انجز موجود هنا من افخم المستشفيات اي بس ككوادر اطباء وغيره لا إيه؟ الى الان طبعا لكن إيه؟ احنا لكن احنا نتمنى قلت لك حق وزير الصحه يعني انه هو دكتور ومتمكن وهو صحيح. كان اصلا يعني رئيس شو اسمه مركز مكي الجمعه صحيح هو كان رئيس يوم من الايام كان مدير مستشفى مكي نعم. الجمعه ومميز امانه وزير الصحه الشيخ يعني الاخ احمد العواضي دكتور احمد العواضي ولكن احنا يعني نبي منه ونحط ايدينا وياه اذا لبى المطالبات الشعبيه نعم ابو عبد الله خلينا نتكلم انا وياك عن مساله يعني وهذه دائما في كل مجلس مساله غياب الحكومه ابو عبد الله يعني غياب الحكومه عن مساله حضور الجلسات عن عدم حضور الجلسات نعم وما قاعد تحضر الجلسات ودائما هناك في كل مجلس وانت عاصرت من مجلس يمكن 2008 اللي انت عاصرته دائما الحكومه تحضر ما تحضر تعقد الجلسة ولا ما تعقد الجلسة رأيك في هذا الموضوع طبعا رأيي أن عدم حضور الحكومة هذا شيء خاطئ أمانة يعني يجب أن تحضر الحكومة هذا شيء الشيء الثاني يعني هذه ديمقراطية يجب أن الحكومة تؤمن بالرأي والرأي الآخر إحنا كمجلس أمة وكحكومة الحكومة تعتبر داخل قاعة عبد الله السلمان قاعة عبد الله السالم هي تعتبر عضو مثل مثل الأعضاء أعضاء مجلس الأمة فيجب ان تحترم الراي وتحترم التصويت ما يصير اذا الاخوان الاعضاء طالبين في قانون معين ويقول لك احنا ما نجي هذا شيء يعني مفروض انه وجوب على الحكومه مساله وجوب على الحكومه لا في حال عدم حضور الحكومه هل تعقد الجلسات برايك ولا لا تعقد الجلسات والله مفروض انه اوكي تعقد يعني ولكن انا شايف خلاف ما بين المجلس اللي 22 اتوقع اللي
اللي كان فيه مرزوق رمضان رئيس 20-20 ومجلس 23 واشوف انه نفس ما صار هني صار هني. اللي كان يقول لك يجب ان تعقد ما عقدت الجلسات وقال لك دستوريا ما يصير. البعض قال يعني البعض قال لازم نشوف لنا حل اما في تعديل اللائحه الداخليه نعم وان يعني يعطي الحكومه اصرار الحكومه في مساله الحضور وان لم تحضر الحكومه يعقد من خلال النصاب. انا ايد ان اذا حتى لو ما تحضر الحكومه يعقد النصاب واذا في تعديل اللائحه. هذا رايك هذا رايك زين ابو عبد الله. كلمنا عن العلاقه ما بين المجلس والحكومة دائما شلون تشوفها وخصوصا في يعني في المجلس السابق أو في كل المجالس لا ليش دائما إما يعني علاقة توتر أو علاقة تعاون بشكل كامل يعني ما أقول تعاون يمكن استسلام في بعض يسميها. أبو حمد هي علاقة توتر ودليل أن قلت لك يعني ثلاث مجالس والرابع بعد أسبوع تقريبا أكيد علاقة توتر ولكن إذا كان هناك تعاون أي مجلس راح يدوم 4 سنوات والتعاون إذا ترى إحنا بلد يعني بالتالي الحكومة وإخوانها النواب إحنا كلنا بمركب واحد يعني صحيح. إحنا بنفيد المواطنين ونبي مصلحة بلدنا ونحافظ على حقوقهم ونحافظ على مكتسباتهم والحكومة أيضا هي مو حكومة دولة ثانية حكومة الكويت وتحافظ على مكتسبات إخوان المواطنين وإلى آخر. لكن تغريب وجهات النظر هم زين صحيح يعني إيه ما يصير أنا دائما أخذ وبعصبية وبأمور وأنا ما أتكلم النواب الله يجزاهم خير مجتهدين ولكن في أمور ما تصير يعني أنا لما أتكلم عن قانون وأدري إنه ما راح يمشي ليش ما توافق باللي ليش ما أقعد أنا باللجان وأخذ وأعطي من الحكومة لين نوصل لنقطة التلاقي نعم وبعدين أنا دائما عندي وجهة نظر إنك أخذ وطالب صحيح استفيد حق إخوانك المواطنين وطالب صحيح وثق تماما لو يطلع اي شيء يخص اخوان المواطنين النواب حريصين عليه نعم. ولكن احنا نبي الحكومه تحرص عليه يعني الحكومه يعتبرون يعني وزراء هذا شيء ثاني بقولك عدم استقرار الحكومه بعد يعني الوزير يجي شهر شهر نص يطلع شلون تبي الوزاره تنتج يعني هذا بعد اخطاء كبيره يعني عدم الاستقرار في مساله التغيير في تغيير الحكومه يعني اوكي انا فرض الرئيس حكومه ووزراء واتفقوا مع النواب على قوانين معينه وغربت وجهات النظر في اللجان سواء اي لجنه يعني وقال لك خلاص احنا بنوافق عليه بعد اسبوع انحلت الحكومه جاء رئيس مجلس وزراء جديد او جاء وزير جديد قال لك يا حبيبي انا لازم اقعد وياك من اول صحيح وشنو وجهه نظر الوزير وشنو وهذا صار في موضوع قلاء المعيشه نعم نعم يعني نعم تم تاجيله في حكومه الشيخ احمد النواف من ثم اتت حكومه سمو مفروض انه ما كان يتاجل صباح السالم وايضا تم تاجيله ل 5/3 ونحل نعم المجلس بس هو ابو حمد كان مفروض ما يتاجل هذا شيء يهم اخواننا المواطنين مفروض تنجزه في اول جلسه يعني وخلاص ليش نعم ليش اجلوه يعني انا ما اعرف السبب نعم يعني الحكومه قالت باللي مزيد من الدراسه ودائما الحكومه هذه الحكومه الحاليه طبعا لكن حكومه النواب اتوقع ما كان عندها لا ما كان عندها مانع بس ايضا قالت ايضا مزيد من الدراسه نعم يعني في نعم الموضوع نعم ابو عبد الله خلينا نتكلم عن مساله الوحده الوطنيه والحديث عن الوحده الوطنيه وقبل فتره يعني طلعت كثير من المواضيع وفي السوشيال ميديا والحديث عن الوحده الوطنيه للأسف يعني رايك في هالمساله أمانة هذا الموضوع أبو حمد هاجز لكل إخوان المواطنين الضرب اللي قاعد يصير بالوحدة الوطنية والضرب في النسيج الاجتماعي والغبلية والطائفية واللهجة يعني والله هذا لهجته مكويتي وهذا أنا قاعد أشوف أمانة حتى برامج تطلع إذا هذا لهجته مكويتي لا إحنا لازم نتكلم صحيح إحنا قبائل وعوائل وشيعة وسنة وحضر وبادية كل قبيلة مزيج كل قبيلة لها لهجتها الخاصة صحيح هذا ما تعيب عليها لهجتها أنت كويتي ولكن يا أخي روح جميع دول الخليج يعني تجي تلقى أي منطقة لها لهجتها معينة هذا ما يعيب أنك والله أنت باللهجة إذا 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 الوطنية باللهجة هذه مشكلة احنا في ايام الغزو العراقي ما عرفنا لا شيعي ولا سني ولا كويتي حتى اخوان البدون شاركوا واستشهدوا واللي كان عنده يقسم الاكل بينه وبين جاره واللي كان عنده زياده فلوس يروح يوزع على ربعه وجيرانه التحمت الوحده الوطنيه وبعدين تلاشت ولكن فجاه جتنا من جديد ضرب الوحده الوطنيه وانت كويتي وانت مو كويتي وانت مزور وانت الى اخر هذا الشيء احنا ما نرضى عليه امانه وراح يكون موقف حازم اذا لو وفق المجلس القادم نعم فيها بمثل هذا نعم نعم ولا نرضى اي شخص يخدش ويجرح اخواننا المواطنين بهويتهم الوطنيه نعم وضحت يعني ابو عبد الله في هذا الموضوع ابو عبد الله ايضا خلينا نتحدث عن موضوع التفاوت في موضوع الرواتب يعني وكان في يعني المجلس احد المجالس اللي كنت فيه طرح موضوع البديل نعم الاستراتيجي نعم وغيره نعم ودي تكلمنا عن هذا الموضوع
الموضوع هذا ابو حمد احنا تكلمنا فيه في مجال السابقه وكان يعني له صدد امانه. دائما نقول الحين يعني ليش تميز بين اخوان المواطنين؟ اذا شخص ويا شهاده حقوق او هندسه او اي شهاده لما يكون في وظيفة معينة أو هيئة معينة أو في النفط أو في وزارة معينة تلقى معاشه 3-4 آلاف دينار، بينما أخوه ممكن متخرج نفس المكان ولكن ما توفق راح وزارة تلقى معاشه 900 دينار. الفروقات هذه صارت ما بين الأسرة. صحيح. يعني نفس البيت تلقى أخوين متزوجين، هذا هو زوجته ممكن زوجته تشتغل موظفة عادية معاشة 700-800 دينار وهو موظف عادي معاشه 900 دينار، بينما هني حتى لو أخوه ويا شهادة ثانوية عامة ولكن يشتغل بالنفط تلقى معاشه 2500 دينار، وزوجته ممكن تشتغل بالنفط أو مدرسة معاشه، فتلقى فارق بالحياة، هذا يستلم بالشهر 5000 دينار وزوجته وهذا يستلم 2000. هني صار فارق تفاوت. فأتمنى أن يكون سلم الرواتب موحد ويمنع إذا صار السلم الرواتب يرفع الرواتب خلاص ما يجيك الشاب يقولك أنا لازم أبي هيئة أنا تعبت وأنا درست وكذا كذا. فخلاص يكون المواطن اي وظيفه تحصل في جمع الوزارات يدري ان راتبه مثل راتب الهيئه مثل راتب الوزارات الاخرى. نعم ابو عبد الله احنا مستمرين وهذا باذن الله. ان شاء الله ما اقطع كلامك انا تفضل. راح اطالب فيه بجهد جهيد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله تعالى ابو عبد الله وراح نكمل حديثنا. نريح وياك فاصل قصير ان شاء الله ونكمل حديثنا. مشاهدينا الكرام نطلع وياك فاصل قصير مع مرشح الدائره الرابعه عسكر العنزي بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشره مع ضيفنا وضيفكم الاخ العزيز عسكر العنزي. ابو عبد الله حياك الله مره ثانيه ويا هلا ومرحبا فيك. يا هلا فيك ابو عبد الله. خلينا نتكلم ايضا عن قضيه دائما الحكومه. احنا قبل شوي تعرجنا في موضوع قلائل المعيشه. الحكومه احيانا تتعين يعني تتحجج في مساله الميزانيات وفي عجز في الميزانيه دائما. البعض ايضا ذهب قال ليش احنا في الكويت ما يكون عندنا تنويع في مصادر الدخل. رايك في هذا الموضوع ابو عبد الله؟ محمد هذا سؤال مهم امانه. احنا بالكويت مشكلتنا معتمدين على الله وعلى النفط بس وعلى الاستثمارات الخارجيه، واتوقع الاستثمارات يعني شغالين عدل مو مقصرين الحمد لله، خاصه عقب الزياده الاخيره. صحيح. يعني تعطي طمانينه للمواطن احنا بخير والحمد لله، وبلد الكويت ترى فعلا بخير ونعمه الحمد لله. احنا مواطنين قليل يعني يعني بس يعني تنويع مصادر الدخل هذا شيء مهم. احنا لما نطلع الدول المجاوره يعني دول خليجيه اعلنت انها في بعد كم سنه ما تحتاج النفط. صحيح. وهم الدوله الثانيه الخليجيه هم يعني دولتين تقريبا او ثلاث قالوا احنا ما راح نحتاج النفط خلاص. في ميزانيات. احنا اكتفي في ميزانيات، في عندهم استثمار في جميع المجالات. احنا المفروض ننوع يعني بعطيك مثال. احنا ما شاء الله الحين عندنا كم جزيره؟ كم جزيره؟ جزر كثيرة ومهمة لما تجي ولا يعني تشوفها تتأسف ان هالجزر هذه عندك، ليش ما تستثمرها يعني الدولة وتحط فيها فنادق وتحط فيها مراكز ترفيهية للمواطنين وايضا للسواح، وهذه كلها فلوس مردودها لك. نعم. ومطاعم الى اخر يعني. صحيح. مين مبارك ما شاء الله صار 20 سنه خالص، ليش ما نفتح؟ هذا كان يجيب لك دخل واقف صار له فترات طويله واقف يعني احنا نبي نعرف السبب. ما تعرف السبب شنو؟ البعض يقول سبب سياسي، البعض ما يخالف وان كان سبب سياسي لازم احله. صحيح. لازم احل السبب السياسي هذا، هذا كان يدخل لك مليارات. صحيح. فاتمنى ان الحكومه يعني يكون عندها هذه النظره. عنده هم النواب، ليش اقول لك لازم يكون تعاون من اجل مصلحه البلد. نعم. نقعد وناخذ شنو راي الحكومه في مستقبل الكويت وازدهاره. لا اذا بنضل على النفط لا طبنا ولا غدا الشر. بيجي يوم من الايام يخلص النفط. اذا مو السنوات القادمه بعد 50-60 سنة نتمنى انه ما يخلص. نعم. لكن لازم يكون هناك رؤيه للدوله. نعم. في هذا رؤيه واضحه وتطوير يعني مصادر الدخل. ما شاء الله يعني ما شاء الله بتكلم عن دولة خليجية مثل قطر ما شاء الله، تروح أوروبا ماخذة كل الأوتيلات المولات، مستثمرة في البورصة، مستثمرة الكويت كذلك. يعني أنا أعرف أن الكويت في استثمار في البتروكيماويات، في استثمار بالشق النفطي، في استثمار اللي هو تابع هيئة استثمار، الحمد لله شغالة، ولكن نبي أكثر. نعم. علشان المواطن
يحس انه هو مستقبله مضمون ودائما يعيش في رفاهيه. واضح ابو عبد الله. ابو عبد الله يعني شوف دائما يقول لك، وانت يمكن يعني مريت على كثير من المجالس، برنامج عمل الحكومه، يعني برنامج عمل الحكومه المفروض يكون في هذه الشغلات، هذه فيها رؤيه الحكومه في هذا الموضوع. والبعض يلوم النواب انه المفروض يكون تعاملكم من خلال انتم شلون توافقون على برنامج عمل مال الحكومه وبالنهايه الحكومه ما قاعد تشتغل فيه. فاحيانا في لوم على كثير من المجالس في عدم رغبه الحكومه في برنامج عمل. شنو نصيحتك للشيخ محمد صباح السالم في هذا الموضوع؟ أتمنى الشيخ صباح محمد صباح، الشيخ محمد صباح السالم رئيس مجلس، اسمه رئيس مجلس الوزراء، أوجه له تحية. وأنا ترى عملت وياه طبعا كنائب في 2008 مجلس 2009 كان عندما وزير خارجية. نعم. نعم. يعني كان الشعب متلهف إنه يجي الشيخ محمد وهو الحين في أمانة كبيرة عليه. أيه. وعليه يعني جميع الانظار متوجه عليه بحيث انه يكون منجز. يفيد اخواننا المواطنين. نبي استراتيجيه واضحه وعمل برنامج حكومه واضح، بالتالي اذا فت المواطنين ثق تماما احنا نحط ايدنا بيدك، واذا ما فت المواطنين هذا شيء ثاني. ولكن احنا نبي برنامج عمل واضح يفيد مصالح الكويتيين ويفيد البلد. صحيح. يفيد البلد اهم شيء، البلد قاعد تتاخر. وان تطبيقه يكون واقعي يعني. عفوا، جميع الدول المجاوره قاعد تتطور ابو حمد وانت شايف، واحنا مكانك راح يا ابو حمد. صحيح. لا مدينه ترفيهيه، يعني مدينه ترفيهيه ما شاء الله من الثمانينات هدوها، قال بنبني الديوان الاميري ب 400 مليون، شنو 400 مليون؟ شو مسوي انا مدينه مسوي؟ مدينه اسكانيه ولا مدينه ترفيهيه؟ فيجب انه يكون هذا شيء، لكن برنامج عمل الحكومة يتكلم عن كل المشاريع، كل المشاريع اللي تهم الدولة. وقلت لك إذا كان في تعاون ترى تنجز الدولة. أنا كنت رئيس لجنة الداخلية والدفاع، وكان عندنا قانون الإطفاء يهم شريحة إخواننا المواطنين، وقدموه الحكومة. قعدت ويا إخواننا الإطفائيين وقعدت ويا الحكومة، وكان يمثلهم أنس الصالح الله يجزاه خير، وقعدنا وغربنا وجهات النظر وشلنا بعض القوانين اللي تضرهم وزدنا عليهم شوي، وكان توافق ما بين الإطفائيين وطلعنا القانون. وكان قانون مهم. نعم. يعني التوافق مطلوب. نعم أكيد التوافق مطلوب. نعم. توافق نعم. مطلوب. أبو عبد الله جريتني لجنة الداخلية والدفاع، يعني أنت ما شاء الله لسنوات ترأس هذه اللجنة. نعم. نعم. يعني شنو ودك من أهم هذه القوانين أنك تشتغل عليها في حال وصولك لمجلس الأمة؟ أنا فضل الله يعني من 2009 كنت رئيس لجنة الداخلية والدفاع ولعدة دورات. الحمد لله يعني تقريبا فوق 10 دورات تقريبا ما شاء الله. صرت رئيس، فتمكنت منها وتمكنت مني اللجنه، وامانه عملنا كثير يعني، ولا نتكلم احنا اعلاميا، اهم شيء يستفيد اخونا المواطن. في قوانين مهمه كان احنا يعني بصدد انهائها، مثل اللي هي مثل قانون ابناء الكويتيات. أيه. وقانون الـ 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 يعني ابناء الكويتيات، وقانون الأرامل والمطلقات، قوانين كثيرة تهم شريحة كثيرة من الشعب الكويتي، ولكن لظروف معينة وكان احنا في اخر المجلس وكورونا ما تم انجاز القوانين هذه، وكنت انا حارس انه يعني يتم انصاف ابناء الكويتيات. نعم نعم. ان القوانين هذه تمشي، واحنا حريصين دائما في اللجنة على اي شيء يفيد اخواننا العسكريين، امانة احنا دائما نحاول ان نفيدهم في جميع المجالات. نعم. ايضا ابو عبد الله عندهم شكوى في يعني في موضوع نقول المزايا اللي اعطيت كما بين الضباط. نعم. والضباط. نعم. صف. نعم. وهذا هذا ايضا مهم يعني. نعم. ان نعم. انك تتبنى مثل هذا أكيد الموضوع، وفي أكيد شكوى أكيد كبيره يعني. هذه ابو حمد كانت المزايا ومشت، والاخوان طلعوا واللي طلع واللي كذا كذا، بقى فئه قليله قالك لا والله احنا ما احنا طالعين نبي مناصب وهذا. بعدين الله يجزاه خير جابر المبارك، كلنا نذكر باسمه طبعا، كان رئيس مجلس الوزراء، كلمته وكان اجتماع لجنه رئيس اللجنه الرباعيه، فكان بيلغون قرار الميزه، فكلمته قلت انا طالبك نبي سنه تمديد تعطي اخواننا. وانا كنت رئيس لجنه الداخلية، الحكي يمكن ما ادري اي مجلس، 2013 تقريبا والله ما اذكر. ومدد سنه. نعم. قال عسكر كلمني باللجنه ونبي سنه، ومددنا سنه. ولكن انت يعني اعطيت فئه كبيره ميزه وزياده من 500 ل 750 دينار بالشهر،
ونهاية الخدمة يأخذ له ما شاء الله 150 ولا 120 ألف دينار. وبالتالي أنا لما أشوف اللي قبلي بخمس ست سنين أخذ الميزة هذا وأنا أجي نفس الرتبة ما أخذ. هني ردينا على المربع الأول لما يقولك سلم الرواتب. إحنا الحين ما انصفت، أنت يجب أنك تنصف الفئة هذه. أنت بديت مع فئة خلاص كمل. أنت أخطيت الخطوة هذه، وهذه خطوة يعني مباركة. انت معطي اخوانك العسكريين ما قصر. وايضا في مشكله اخرى ابو عبد الله، ان الضباط كانت لهم مزايا والعسكريين ما حصلوا بتاريخ معين، ما حصلوا مثل هذه المزايا. حتى الضباط يعني انت ميزت من عقيد وما فوق. واتوقع لما تروح التقاعد، اذا انت رتبتك عقيد مقدم رحت عقيد يعطونك. كان هناك رائد، كان هناك ملازم اول، طلع لي ظرف صحي يعني عجز طبي طلع ما حاشت الميزه هذه. فقدمنا فيها اقتراحات وطالبنا فيها امانه، واتمنى ان شاء الله تكون في المجلس الغادر اكيد من الاولويات باذن الله ان شاء الله. ابو عبد الله، يعني انا يمكن في يعني في قبقتك وكذا، انت كنت يعني تكلمت عن المعلمين وحريص على موضوع المعلمين والمعلمات، ويعني وانت كنت تدافع عنهم في هذا الموضوع، شو تقول في هذا الموضوع؟ ابو حمد، المعلمين انا من ضمن المقدمين اقتراح انها مهنه شاقه ومشت الحمد لله. يعني شوف ما ادري اي سنه، يعني من سنوات انا وفيصل الكندري وما ادري وين ويانا اربع نواب تقريبا، وكنا الدقباسي ويانا ما اذكر، والحمد لله مشت. احنا اليوم المشكله اللي صارت في موضوع يعني مشكله صراحه، الاخوان المدرسين يتعبون، ويعني اذا كل واحد بيعطي حصه وفي الفصل 40 50 طالب ويروح الحصه الثانيه، وهذا يعني انت مفروض تميز المعلم عن غيره لانه قاعد يتعب. البصمه ما كانت منصفه امانه الاخوان المعلمين، لان طبيعه العمل مختلفه صحيح. ويعني نفس الدكتور تحط له بصمه، ممكن هو الدكتور يروح عنده عمليه في مستشفى معين، او مطلوب من مستشفى بن سينا يروح للجهره، مطلوب واحد فرضا في الاسعاف او في العنايه المركزه يطلبون دكاتره. المدرس نفس الشيء، قاعد يطلع من الصبح للظهر وقاعد يعمل، وعلى حسب المواد والدروس. والشيء الثاني بس اللي ما يعرفون، المدرس ترى طول اليوم هو قاعد يشتغل، لما يروح يرد البيت هم يحضر لبكره ويصحح الواجبات ويصحح الاختبارات. يعني ما يقول لك والله انا اعمل فرضا من الساعه 7 للساعه 2 ومع السلامه، لانه ياخذ عمله وياه، فهو ما يشتغل 8-9 ساعات، هو يشتغل تقريبا 15-16 ساعه. نفس عمله اللي قاعد يحضر جميع دروسه بكره، ويحضر الاختبار، وهو اللي يكتب الاختبار ويروح يطبعه. نعم. فاتمنى ان الموضوع هذا انا باذن الله راح اتبناه باذن واحد احد ان شاء الله، ويستاهلون اخوان المدرسين. احنا ما نقول لك علشان والله فلتان، لا 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 حاشا الله، لكن هم قاعد يداومون وقاعدين والحمد لله مو مقصرين يعني. وقلت لك ياخذون عملهم لبيتهم. فلهم طبيعه عمل خاصه، لهم يعني طبيعه عمل خاصه يعني، خصوصا في الاعمال الاشرافيه. نعم. وكل شيء قاعد يسوون. نعم. داخل المدرسه غير التدريس يعني. نعم نعم. ابو عبد الله، احنا وصلنا للنهايه، يعني هل تتوقع ان ستكون نسبه الحضور في يوم 4/4 نسبه كبيره؟ يعني توقعاتك؟ والله اخوي ابو حمد، اتمنى ان يعني اخواننا المواطنين عندهم وعي كامل، وهذه مرحله مفصليه. هو يقول لك لا، دائما يقول مرحله، نعم هذه مرحله مفصليه. هذه مرحله مفصليه، وهم يعون ما انا قاعد اقوله، ان فعلا يشاركون. ان هذه مرحله مفصليه، ويجب ان يشاركون ويختارون الشخص اللي فيه اصلاح للبلد، الشخص اللي ما يميز بين اطياف المجتمع الكويتي، الشخص اللي يحاول يحصل على مكتسبات الشعبيه الاخوان المواطنين بجهد جهيد. امانه يعني اتمنى منهم ان الاختيار الانسان الصحيح اللي مثلهم التمثيل الصحيح باذن الله. نعم. شو تقول لابناء الدار الرابعه ولاهل الكويت؟ والله انا اقول لاهل الكويت، يعني شنو نصيحتك الان انت بتخاطبهم؟ اهل الكويت احنا يعني في انتخابات، وهم اهلا لهذه الانتخابات، ودائما اهل الكويت يتميزون في السمع في الندوات واختيار المرشح الافضل. واتمنى من اخواننا اهالي الدار الرابعه الاختيار بضمير، الاختيار بالشخص اللي تحس انه يوصل كلمتك، الشخص اللي يحاول انه يفيدك، ولا يحاول انه بصوت الصراخ العالي انه يضرك. يعني انا ممكن لما يكون هناك استراتيجيه واضحه ما بين النواب والحكومه لاجل مصالح اخواننا المواطنين،
التهدئة مطلوبة، شو المشكلة التهدئة مطلوبة؟ ولكن إذا كان هناك صدع ما بين الحكومة والنواب وكانت التهدئة غير مطلوبة، نعم احنا أول واحد ما نهدي ولا نرضى وزير أو رئيس مجلس وزراء يمس جيب المواطن، ولا نرضى أن يعني يستسخرون من إخوان المواطنين. نعم أتمنى من إخوان أهالي الدار الرابعة يعني أن يختارون الاختيار الأفضل، وأنا ولدهم وأخوهم خدمت وعملت جاهد لهم، وهذه الخدمة اللي أنا عملتها هي رد للمعروف لهم، يعني بالعكس يعني هم اللي طلعوني ونجحوني، فأنا مهما اجتهد وكل مجتهد قد يخطئ وقد يصيب، احنا ممكن ان قصرنا. نعم. وانا اعتذر من هالي الدار الرابعة اذا حصل مني قصور، انا اعتذر منهم، انا ولدكم الصغير، واعتذر من اخواني الكبار، اقول لهم اسمحوا لي واحنا في مرحلة جديدة، واتمنى ان شاء الله ان ما يقصرون ويانا باذن الله. باذن الله تعالى اتمنى لك التوفيق يا ابو عبد الله. شكرا محمد، كل الشكر، الله يجزاك خير، الله يطول عمرك. اذا مشاهدي الكرام لابد ان اشكر يعني ضيفكم مرشح دار الرابعة الاخ العزيز عسكر العنزي، راح يكون معنا بعد الفاصل ان شاء الله فهيد فهاد المويزي مرشح الدائرة الرابعة.